ياكل شريبه يزيد حريره هذيك ما عرفتش سميها هذيك اسمها بالفرنسية دوزيام بلا باينه هذيك ومن بعد البوراك ومن بعد يكملهم كاع شلاضة باك خلاص ما كاش ومن بعد تقول لي طلع الجامع على ذاك الوقت قلب اللوز يجي يصلي ويبدا يشكي يقول لك الامام يطيف صلاة التراويح انا عجيب هاد الناس ما كاش لو يطول صلاة التراويح على بالك في كاع المساجد لو كان لو نقارن صلاتنا بصلاة السلف قص ركعة التراويح تاعنا كامل قص ركعة عندنا ماشي زوج ركعات ركعة واحدة كانوا يقومون الليل يا اخوان نصف الليل احنا 45 لي طول ساعة لكن انا نقول هذا اللي يقول اللي يجي يصلي ويقول لكم ويقول للناس راكم طولوا احنا نقول له عندك حاجة في التراويح يعني نتكلم على صلاة التراويح نقول له باللي اولا عندنا تراويح وحدة في العام سبحان الله هذيك السكينة والرحمة اللي تنزل ثانيا شو مجمع اللي يقول لك توطيل صلاة التراويح والله يا اخوان كان تشوفه واش ياكل في الفطور يخلعك باينة يفطر النهار يصوم نهار يفطر قسمانة وكان تشوفه في الفطور صدقني غير يصوم نهار يفطر قسمان باينة انت وكان يقرأ بك الفاتحة تجيك طويلة الفاتحة انت كي تلقد النفس ما كاش سقسيه سقسيه ولهذا من الحكمة واحد كي يروح يفطر يأكل حاجة خفيفة مثلا حريرة ولا شريبة هكذا ويزيد حاجة صغيرة معلش ويجي يصلي ما شاء الله وبعد مور العشاء يأكل ما شاء الله حنايا حنا يبدا حتى يعيا ماشي يشبع فرق كاين اللي ما يحبش حتى يعيا ما قدرش ياكل شريبه يزيد حريره هذيك ما عرفتش سميها هذيك اسمها بالفرنسيه دوزيام بلا باينه هذيك ومن بعد البوراك ومن بعد يكملهم كاع شلاضه باك خلاص ما كاش ومن بعد تقول لي طلع الجامع على ذاك الوقت قلب اللوز ذاك الوقت ويزيد له الفلون ذاك الوقت خاف يموت في تراويح سبحان الله راه باك يهبلونا يا اخي النفس ما كاش الله بلا يوصل النفس النبي صلى الله عليه وسلم قال فان كان فتولت لطعامه وتولت لشرابه ما كاش هذاك التولت كامل نحا هو تولت كاع التولت كثير هو كاع ماكله ومن بعد يطلع هنا انت كي حق الجماعه كامل النفس ما كاش بلا تراويح ما تقدرش تصلي وصلي ومن بعد قدامه والله يا اخوان تسمع واحد الاصوات تخرج منه تكدر المعده واش صار فيها العجب بعد شيخك وطول هو مش انا نطولو انت كي راك حي راك هاي والله تسمع الريح تسمع العياط في كرش هو شغل بيباني نخبطو صح يا سبحان الله بل كاع جربتوها كلاكسون كاع صاري له في البطن تاعه بصح راهو العجب لداخل قلت لك صام النهار فطر قسمانة غير احنا في الجزائر اللي كي في رمضان يزيد في البوا تاع الشتاء عندك عادي انت اكسايم 15 كي خلاص رمضان ويجي العيد وكان يوزن روحو يزيد روحو زاد 4 5 كيلو الاصل في رمضان شيان احنا لا نزيدو ومن بعد الشيخ هاكو طولوا في تراويح ها سبحان الله فهاد غالب اللي يقول لك هذه الكلمه اعرف باللي كي يفطر كارثه فهذه هي السنه تولوا تولي طعامها ارواح ومن بعد العشاء خلطها الى حبيت ومن بعد حبيت ما تلقوش ما تلقوش والله اعلم.